أحب أن أوضح أنه تم استقبال في بين الساعة 7 و8 مساء 5 مصابين جراء حادث سير في على طريق بغداد والكوت قرب منطقة البتار. كانت عائلة تستقل عربة ستوتة تسير في الشارع العام، تم دهزهم من قبل سيارة مسرعة، تم نقلهم إلى مستشفى الزهراء. عند وصولهم لمستشفى الزهراء كان أحد الأطفال متوفي لحظة وصوله للمستشفى. 3 مصابين وتوجد طفلة كانت تعاني من صدمات في الرأس والصدر والبطن، تم استقبالها في وحدة الطوارئ مستشفى الزهراء التعليمي. تم إجراء إجراءات إسعافات الأولية للمريضة، تم استدعاء طبيب خفر الدكتور أحمد جواد اختصاص جراحة الأوعية والصدر والأوعية الدموية، وكذلك طبيب اختصاص الجراحة العامة. تم إجراء إسعافات الأولية لأجل إنقاذ حياته. كانت في حالة وعي غير مستقر، تعاني صعوبة من التنفس بالإضافة إلى ضعف بالفعاليات العصبية. تم اللي حدث بالموضوع للأسف أنه توفت المريضة بسبب اشتباه نزف حاد في البطن وقد يكون في الدماغ. تم إرسال المريضة إلى وحدة الأشعة، حدث إرباك هناك في وحدة الأشعة بسبب قيام ذوي الطفلة بالتهجم على المصور الشاعي الخافر، حيث قام ذوي الطفلة المصابة وعائلتها بالتهجم عليه ورميه وضربه حتى بالأحذية للأسف. هذا التهجم كنت أنا في لحظتها موجود بالمستشفى، تم الاتصال في بالسيد عقيل زهير مدير شرطة المستشفى لغرض حل المشكلة. تم التدخل من قبل القوات الأمنية لفض النزاع وحماية المنتسب. تم إجراء الفحص الشعاعي للمريضة وإعادتها إلى شعبة الطوارئ، ولكن لم يتم للأسف استطاعت إنقاذ حياتها بسبب تدهور حالتها الصحية وتوقف التنفس المفاجئ، بالتالي أدى إلى وفاتها.